السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، كي دايرين؟ أحوالكم طيبة؟ أنا عارفة راسي فعلا غبرت عليكم، شحال هادي ما بقيت حطيت لكم فيديوهات، شحال هادي ما وريتكم الموديلات اللي كاينين عندي في المحل، لأن عندي بزاف ما يتشاف ما شاء الله. فبقوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله، غنوريكم مجموعه ديال الموديلات اللي موديلين سيك موديل، ولكن شي مازال ما تقديتيش هاد الايام، فجي استغلي الفرصه اللي عندي لكم اثمنه جد مناسبه وموديلات غزاله وبالالوان. اخواتي بقوا معايا تشوفوا اول موديل، وهذا اول موديل اخواتي الطيبات اللي هو كيجي بالجيلي. بالنسبه للجيلي كي كتشوفوا البنات راه هو لاصق في العباءه، كيجي لاصق فيها العباءه كيف كتشوفوا. اجي عندي العباءه فيها هاد الليب اللي هنايا كيجيو لتحت كامله، وعاد باش كيجيو من اللور درناها مع هاد الحجاب هذا اللي جا ما شاء الله فيه ترابي. بالنسبه للون البنات فراه هذا ترابي، وريهم الكلوش اللي كاينه في العباءه، فما شاء الله العباءه كلوش اللهم بارك. وفي نفس الوقت كيف شفتوا الجيلي لاصق فيها، وفيها لاستيك في الكميمات اخواتي الطيبات، جاي في شكل بحال هكا، وفيها ما شاء الله بزاف ديال الالوان. اجيو معنا تشوفوا الالوان. عندما اخواتي هذا هو الموديل كيجي في هذا الشكل هذا، بالنسبه لهذا اللون هذا في المرتديله كيف شفتوا الجيلي كيجي لاصق فيها. هذا الموديل هذا راه سبق لي خدمته داك العام اللي فات، الموديل ديال الصيف، ودابا عاودته بحكم ان بزاف ديال البنيتات قالوا لي بغيناه. واخواتي يعني كنت ما خدمتش فيه الطاي اكس ال، ولكن غنشوف الا كان عليها اقبال غنخدمها لكم ان شاء الله باذن الله. فهو هذا الموديل، وريهم الكلوش كيفاش كيجي من التحت، فرا ما شاء الله كلوش الاخوات، وفي هاد البلي هادي اللي كتجي بحال هكا، وكيجي الشكل ديالو رائع في اللبسه عفوا كيف شفتوا الاخت لابسه، نوريكم الوينات. وكاين هاد اللون هذا اللي هو البلو جين. عليكم السلام ورحمه الله، اولا السي المغلوق حتى هو تبارك الله ما شاء الله لون زوين، واخا نوريهم لون اخر. كاين عندنا الترابي اللي هو نفس اللون اللي لبست لينا الاخت، هو هذا، ها هو ملبوس. عندنا الصابلي كيف شفتوا راه الخدمه ديالو اللهم بارك متقونه اخواتي، وكيكون لاصق في الكسوه. وهنا الكميمات كيجي فيهم هذا الاستيك هذا، فهي كيجي الموديل ديالها عملي. نوريهم بلو مارين، وهذا بلو مارين، اها وريني كاين الزيتي، اللوينات ديالو ما شاء الله كلهم فنين وغزالي اللهم بارك. كاين هذا كرونا باربا، هو شويه مغلوق على هذا اللون هذا اللي كيبان لكم مع الاضاءه. كاين هذا الموف، هذا الموف مغلوق، وكاين الاسود، كاين الاسود، كاين الخرشوفي، وهذا اخواتي بلوروا، هذا البلورو، وهذا الكاشيري، هذا كاشيري اها. وكاين فيها الاجوري، اجوري اللي كنحماق عليها هو انا لابساه في النقاب وفي العبايه، فعلا الاجوري ما شاء الله غزال في اللبسه. وكاين فيها البلو مارين. بالنسبه لهاد الالوان اللي وريناكم فراه كاينين في الام وحتى الال، بالنسبه للاكس ال صراحه باقا ما حطيتهاش فيها، بالنسبه للاكس ال البنات باقي ما حطيتهاش فيها، تنشوف الا عليها اقبال. الا بغيتوها في الاكس ال مرحبا خليوها لي في لي كومونتير ونخدمها لكم في الاكس ال بكل فرح. وهذا الموديل هذا اخواتي الطيبات اللي عباءه فراشه كيف شفتوا الشكل ديالها، فيها هاد لابوند كتجيها تحت لتحت، مخدومه بتوب كريب، ها نتوما البنات الاستيك في الكميمات، فكتجي سامبل وكتجي عمليه. ممكن انك تلبسيها مع الزيف كيف شفتوا الاخت لبساتها، اما الزيف مزوق اولا السامبل اولا مع الخمار الاندونيسي ولا الايراني، فكلهم كيجيو شكل واحد. بالنسبه لهذا الزويف هذا شفتوا كيف جات العباءه ما شاء الله غزاله مع هذا اللوين هذا. بالنسبه للوينات الاخوات اللي كاينين فيها، العباءه دايره فقط 200 درهم، ولكن فقط العباءه بوحدها بلا حجاب. بالنسبه للوينات اللي متوفرين فيها ورينا اختي الوينات، كاين هذا غوز بيبي، كاين هذا موف، كاين هذا واحد الخضيدر زويون، كاين هذا اخضر ملكي مغلوق، كاين هذا قصيبي خضيدر غزال بارد، كاين هذا بحال الغوص، كاين سيال. خدمت لكم فيهم الوان ديال الصيف، يعني الوان مفتوحه، هذاك موطارد،
كاين فيه هذا الموفي، واحد الموف خفيف زويون، كاين فيه هذا الموطاغ اللي حتى هو خفيف، لوينات باردين، كاين هذا بيج ولا بحال هذا، بحال داك الغوز اللي الغوز بارد بزاف. كاين هذا اللون حتى هو بحال زيتي، كاين هذا بلو جين، او صافي وقال ماشي هذاك الموديل. اه وباقي عندنا هادو، بقى عندنا فيه البلو مارين. اها صافي. وكاين وكاين هذا اللون، هذا هذا ترابي مفتوح، وباقي عندي البلو غوف هادي. وريهم هادي، هادي اللي كنا خدمناها بالبرادا كريب، بقاو فيها جوج فقط، بقى فيها هاد اللون هذا شويه، وبقى فيها هذا. هي كانت دايره عاده ب 230 درهم، غتبقى ب 200 درهم حتى هي مع السيري ديالها. اخواتي هذا الموديل اللي غنوريكم اخر موديل خدمته تقريبا في هذا المحل، موديل اللي ما شاء الله جا رائع بزاف. زيدي اختي وريهم، شوفوا الموديل البنات كيفاش جاي. صبري معايا هنا لي ديتاي ديالو. فيه هنا بانسات البنات، فيه جوج ديال البانسات، وفيه هاد البانسات هما اللي هنايا الكميمات. شوفوا الكميمات كيفاش كيجيو، خدمه اللهم بارك متقونه، باينه مزيان بانها ما شاء الله متقونه. والثوب ديالها اخواتي ثوب قطري، فما شاء الله رائع، كتجي كسيوه بامتياز، فما شاء الله فعلا غزاله. ودرناها مع الطرحه ديال الكشكشه اخواتي، راها متوفره وفيها ثمن ديال لها ثمن جد مناسب، فقط 80 درهم بالنسبه للطرحه، 80 درهم. والعباءه راه تبارك الله ما شاء الله من اخويا، اجي عندي من اخويا وباينه كيفاش كتجي، لانها فعلا ما شاء الله ثوب قطري معروف وغني عن التعريف. ونوريكم اللوينات اللي متوفرين فيها، بقاو معايا. بالنسبه للالوان اخواتي فراه فيها هذا الخرشوفي، اجي ورينا اللوينات اختي. كاين فيها الخرشوفي كيف شفتوا، فيها هنا بانسات، فالشكل ديالها ما شاء الله صراحه كيجي راقي، وكتجيك سيغ ميجور يعني في لاطاي ديالك. وبالنسبه للكتيفات فراه فيها هاد لي ديتاي هادو، غنوريهم كيفاش كيجيو. كتجي في الكتيفات البنات فيها هاد الشكل هذا، كتجي ما شاء الله غزاله. وبالنسبه للوينات البنات كيف قلت لكم، كاين هذاك الخرشوفي فيها الطايل ام والال وحتى الاكس ال، فيها هاد اللوين هذا اللي توا ما شاء الله فن، هاد اللوين ترابي، داك الترابي مفتوح، واحد اللوين زوين بزاف. اها كملي لي اللوينات الاخرين. عندي هاد اللوين هذا الزيتي، هذا المغلوق ديال هذا، ها نتوما هذا المغلوق. اها هادي حتى هي في الزيتي. بالنسبه للوينات كيف قلت لكم راه كاينين في الطاي ام والال والطاي اكس ال، كاين ترابي مغلوق، هذا ترابي مغلوق. كاين هاد اللوين هذا اللي هو الكرونه، الكرونه باربا، كاين فيه البلوغوا، كاين هاد اللوين البنات اللي هو الخضر، الخضر غزال حتى هو. كيف قلت لكم هاد الموديل هذا مخدوم ثوب قطري، فما شاء الله رائع في اللبسه ديالو البنات. كيجي كسيوه على شكل كسيوه، محبه الكسيوات. وهذا الاسود، وكاين حتى البلو مارين. الاخوات اللي كيبغيو الوان مغلوقه فراه كيف شفتوا كاينين الالوان مفتوحه وحتى المغلوقه، وفيها حتى وفيها الاسود. الاخوات اللي كيسولوا على الاسود فراه فيها حتى الاسود. وهذه الاخواتي سومو هذا مفتوح، هانتوما بالنسبه للكلوش ديالها راها ما شاء الله، راه تبارك الله ما شاء الله كلوش نيت، كلوش نيت ما شاء الله. والموديل ان شاء الله باذن الله يكون بان لكم اكثر في اللبسه اللي كانت لابسه الاخت. ننتقلوا لموديل اخر. وهذه العباءه اخواتي اللي هي عباءه الادوار بالشكل الجديد، اللي هي هذه الاخوات، الشكل ديالها كيف شفتوا، فيها هاد لي ديتاي، فيها هنايا، فيها هنايا قطعه هنا، وفيها قطعه هنا، وفيها حتى في مقدمه الصدر الاخوات. واشكيه نفسه جاي في الكميمات، وفيها لاستيك في الكم البنات، مخدومه بثوب كريب. ودارتها لينا الاخت مع الطرحه، هذه طرحه سامبل البنات، طرحه سامبل متوفره وفيها لوينات. كيجي الشكل ديالها شال طويل، وفيه ما شاء الله مجموعه ديال الالوان، وشكل ديال العباءه كيف شفتوا بحال هكا. وبالنسبه للون هذا، هذا الموف تلقي
سيري دوري الزي. نوريكم اللوينات ديال هذا الموديل. هذا بالنسبه للوينات اللي متوفرين في هذا الموديل اخوات. عندنا هذه اللي في الاسود، شفتوا لي ديتاي اللي كاينين، كتجي في الكتيفات بحال هكا، ومن هنا كتجي غزال اللهم بارك، ومن تحت كيجي الشكل ديالها بحال هكا. فعلا ما شاء الله هذا الموديل غزال بزاف بزاف، ومن كيكون ملبوس كيجي رائع اكثر، والثوب ديالو طايح الاخوات، وكيجيو كيف شفتوا الكميمات فيهم. هنا واحد لي ديتاي هنايا، وكاين هنايا البلاستيك في الكم، الشكل ديالو بحال هكا. بالنسبه للالوان اللي متوفرين فيه، شوفي معايا الالوان اللي متوفرين فيه لي طاي، مازال فيه طاي ال والام ياك، وحتى الاكس ال، الام والال والاكس ال. نوريكم اللوينات اللي كاينين فيهم. كاين اختي عندنا سيال، هما الشكل ديال الكميم كيفاش كيجي، كيجي راقي ما شاء الله. كاين سيال، كاين بلوغوا، كاين هذا قصيبي داك الخضيدر مفتوح، كاين هذا الاخضر ملكي، هذا اخضر ملكي نيت، كاين هذا بيج، كاين هذا بحال الكراميل هو مفتوح عليه، كاين هذا غوز بيبي، كاين الموف. هاد الالوينات اللي كاينين فيهم طاي الام والال وحتى الاكس ال، وعندنا الاسود. هادو هما اللوينات اللي بقاو عندنا في هاد العباءه هادي. ننتقلوا لموديل اخر، عباءه الملكه اللي ما شاء الله كتجي بحال الملكه اللهم بارك في اللبسه ديالها. فيها هاد لي ديتاي هادو اللي كيجيو في الشناب البنات، وفيها هاد البانسه هادي، فيها هادي، والكميمات كيجيو في هاد الشكل هذا، وحتى من اللور راه كتجي فيها هادوك لي ديتاي. دوري بالنسبه لهذا الموديل البنات، راه سبق لكم شفتوه، فما شاء الله فعلا كيجي رائع. نوريكم اللوينات اللي كاينين فيها الاخوات. بالنسبه للحجابات المزركشه البنات، فرا فيهم بزاف ديال الالوان، وها هو الموديل اللي هو هذا، فيها الغوز فيشيا، فيها الاخضر ملكي، فيها الكرونه مغلوقه، فيها الغوز بيبي، فيها الاجوري، فيها الموف. بالنسبه لي طاي هذا الموديل هذا فيه طاي ام والال والاكس ال. كاين هذا الخضيدر هذا اخواتي، كاين اللي فيهم هذاك الشكل اللي شفتو لكم اللي لابسه هذا لي سامبل، وكاين اللي فيه هذا الشكل الكم ديالو كيجي فيه حتى هو دي بانس بحال هذا، بحال هذا اللي في الجناب هكا. ففعلا ما شاء الله الموديل غزال، هانتوما الكويل كيجي هكا. ها وريني اللوينات الاخرين، كاين فيه بلوغوا، كاين فيه الخضر. هاد اللوينات الناس راه كاين حتى الدوبل، يعني حتى اللي كانت كتلبس الاكس اكس ال راه حتى هي متوفره. كاين هاد الباغ هذا، كاين الخضيضه، كاين تقريبا الالوان اللي مدوبلين، هذا بلو مارين، هذا الكرونه، كاين موف، وكاين هاد الغوز بيبي اللي في طاي اكس ال. عرفتي هاد الغوز بيبي غزال هاد اللون هذا. وهنا اخواتي الطيبات نجيو في الاخر ديال الفيديو، وما تنساوش ان المحل ديالنا كاين في الدار البيضاء، بالضبط كاين في الولفة في الحاج فاتحة، اونفاس مع المخبزة ديال بلادي. ملي كتلقاي المخبزة ديال بلادي اونفاس معها قيصرية ديال الحاج فاتح اللي فيها الذهبية، كطلعي المحل فوق كتلقاي المحل ديالنا. فمرحبا بك اختي الطيبة، كنتسناو فيك، مرحبا بك و الف مرحبا. كنحلو الاسبوع كامل ما عدا يوم الجمعة، كنحلو من 11 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، فمرحبا بكم فيما كنتو. بالنسبه للارسال فراها متوفر لجميع المدن، فما سخيناش بكم، وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.